بالنسبة لي الأستاذة أسماء اللي زوجها توفاه الله، وبعدين عندها 3 أطفال، أكبر واحد 16 سنة، وهو كان عنده عربية هي هتبيعها وتعملها شهادة، هل إنها تعيش من فلوس الشهادة؟ هل في ده يعني حرمة؟ أول حاجة بس بأكد عليها يا صاحبة السؤال الأستاذة أسماء، ربنا يبارك فيكي ويصبرك ويغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته، اللهم آمين يا رب العالمين، ويعينك على ما أقامك فيه وييسر عليك الأحوال. لكن نذكر بأن كل شيء تركه كل شيء يسيبه المتوفى تركة للجميع. أنت هتعملي هذا التصرف، المهم أن احنا نجنب حق كل ذي حق من الورثة. أما بالنسبة لعمل الشهادة، لو ده العربية دي كانت باسمك فخلاص الأمر بين إيديك، لكن لو اللي تركه ده باسم الزوج يبقى ده تركة من الحاجات اللي سابها المتوفى، يبقى لازم تكون بموافقة جميع الورثة. وبالنسبة بقى لعمل البنك، إن هو أنت أو إن أنا ببقى قائمة، يعني أنا هعمل هذا العمل مع إن أنا تدوين أو إثبات إن العربية دي ملك، فيبقى حق ابني كذا وحق ابني لابد من تجنيب الحقوق صاحبة السؤال. بالنسبة لعمل شهادة في البنك، إحنا قلنا قبل كده إنه الأمر ده جائز، وده من باب التمويل والاستثمار وليس الإقراض، من باب التمويل والاستثمار، ولا شيء فيه إن أحط فلوسي وإنها تشتغل وإن أنا عجلة الاقتصاد تنتفع وأنا كمان كمواطن أنتفع في مكان آمن، ما يبقاش فيه إشكالية إن حد ينصب عليا وياخد الفلوس وما شابه هذه التصرفات اللي بنشوفها.